السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم يا جماعة وبيحصل كتير. قال لك نسي الموتور من الفجر لغاية الصبح الساعة 9:10 لا الموتور شغال. طبعا خسر الكارت الشحن، كهرباء خلصت اللي هي في الكارت ده. سببه ايه؟ انه نسي الموتور من الفجر لغاية 9:10 الصبح شغال 4-5 ساعات، والحمد لله ان الموتور ما اتحرقش. طب يا عم ما ركبتش اوتوماتيك وبالونه او في الماك؟ قال لك حاجات مكلفه، والسباك قال لي 1000 و2000 جنيه وما عنديش مقدره. فدي بتحصل مع ناس كتير. فانت امام للموتور بتاعك، نفترض نسيته، ففي حل بسيط جدا، ما عندكش مقدره تركب اوتوماتيك او في الماك، هتعمل ايه حضرتك؟ المفتاح بتاع تشغيل الموتور بيكون فيه لمبة، اللمبة متوصل جوه المفتاح بسلكتين. أي لمبة إشارة بتاعة مفتاح الموتور بتكون متوصلة بطرفين سلك، هتقشر طرفين السلك وتاخد سلك منهم توصله بالطرفين دول، وتيجي في المكان نفترض الصالة قدام شاشة التلفزيون، المكان اللي هو في وسط الشقة، وحط لمبة والناسة 15 واط، في لمبة ليد 3 واط، ويفضل تكون حمراء. اللمبة دي بالليل والإضاءة مطفية، اللمبة لو نورت هتنور لك المكان كله، هتعرفك إن الموتور شغال. أي حد طالع حتى لو بعد ربع ساعة، اي حد قاعد قدام التلفزيون، قاعد في الصاله، شاف اللمبه هيعرف ان الموتور شغال. ده امان ليك عشان الموتور ما يتحرقش ويحصل مشاكل وتخسر فاتوره كهرباء او الكارت بتاع الشحن بتاع الكهرباء يخلص وتعمل لك مشكله. فهي لمبه وناسه، وتوصل سلكتين بدوايا على لمبه الاشاره بتاعه المفتاح بتاع تشغيل الموتور. يطلع بقى 2 متر 3 متر 5 متر، هيكلفوك ايه؟ 20-50 جنيه، احسن ما موتور ب 5000 ولا 10000 يتحرق. وشكرا، سلام عليكم.